رسالة إذا نحن قعدنا مع بعضنا البعض بدنا نذكر بعضنا البعض بالخير. وإذا أنا رأيتك مقصر في الخير بدي ذكرك، وإذا أنت شفتني أنا مقصر بالخير ذكرني. سبحان الله، رب كلمتين يعني يكون لها وقع عجيب في القلوب. واحد من الإخوة بينكم منكم أرسل لي مقطعا صوتيا عن رجل ليس بمسلم أسلم، عم يتكلم كيف أسلم الرجل. والله هذه القصة مفيدة وحرضت عندي شيء سأعده لكم بطريقة معينة وأقدمه بين أيديكم. هلأ نحن لما نقول يا أخوان تعالوا كلنا لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أنا بيقع في خاطري وفي خلدي أنه طيب اللي بده يأمر بالمعروف لازم يتعلم شيئا ولازم يطبق هذا المعروف عشان يكون مؤثر، وهذا الشيء صحيح. بس الحقيقة في شق ثاني للموضوع، أنه أنت مر بالمعروف ولو لم تفعله وانهى عن المنكر ولو فعلته. في شق ثاني، أنت أمر بالمعروف ولو كانت مادتك العلمية بسيطة. ما لا وجدته عجيبا في هذا التسجيل، هذا الرجل الذي يتكلم هو لبناني، يقول هو لم يكن مسلما. بلبنان جاء له صديق إلى لبنان، التقاه هذا الصديق جاي على بيروت مشان لا مشان طاعة ولا مشان تجارة، ليبحث عن هواه. في جلسة من الجلسات هذا الرجل غير المسلم بيقول بتجي سيرة الإسلام والدين، بيقوم هذا الرجل اللي يعني جاي يبحث عن هواه، هو قال بس هذا الرجل عنده عزة بإسلامه، هو بيعتز بأنه مسلم. قال له نحن في الإسلام أخي لا نعبد إلا الله الواحد، ونحن الأنبياء كلهم نحترمهم ونحبهم، ونحن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بإله عندنا، هو عبد لله عز وجل، رسول أرسله الله تعالى، ونحن نؤمن أنه في يوم قيامة والله حيحاسبنا، ويلي بيعمل منيح الله بيحاسبه، ويلي بيعمل ممنيح الله بيحاسبه كمان، وأنا صحيح بعمل هيك أعمال بس إن شاء الله أنا بصير منيح لاحقا. قال له حدثني كمان عن دينك. هذا الرجل لبناني لرفيقه اللي جاي يدور على هواه ببيروت، قال له كمان حدثني عن الإسلام. قال له شو بدي حدثك عن الإسلام، أنا مو كتير ملتزم بالدين تبعي، لا تشوفني قدوة لإلك أو يعني تسمع مني، بس أنا بحكي لك هيك نحن عقيدتنا، والديننا يعني بيأمرنا أن نفعل الخيرات وأن نترك المنكرات ونترك الإيذاء. يقول هذا المتكلم بالشريط، قال أنا لما سمعت هذا الكلام، الكلام هو طويل، قال شعرت في شيء في صدري انفتح، وأنا كنت أبحث من 15 سنة عن الحقيقة ما كنت أجدها في الشيء الذي أنا موجود فيه. قال له أنا أريد أن أسلم. هذا تلبك. شو بده يسلم؟ قال له وقف لي أحكي مع أمي. دق تليفون لأمه وقال لك في واحد بده يسلم. وصلا أنا ما بعرف، هو ما بيعرف، قال شو بده يسلم هذا الرجل؟ قال له بدي أحكي. قام أمه صارت تبكي. قال له أمي عم تبكي. قال له ليش عم تبكي؟ قال له فرحت لأنك أنت بدك تسلم. شو بدي أعمل عشان أسلم؟ قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالها بعدين ذهب وتعلم. يقول ما لفتني في هذا التسجيل يا إخوان أنه مرات الله بيضع هداية عبد على يد عبد مقصر. هو عم بيقول اللي عم بيقول هذا صاحبي مقصر. هو قال له ترى أنا عاصي، أنا مو مسلم راكز، بس هيك نحن بديننا أخي، نحن جماعة لا إله إلا الله. قال بس أنا لفتني بأنه عنده عزة بدينه، معتز بأنه مسلم، معتز بأنه من جماعة لا إله إلا الله، معتز بأنه من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان تعالوا كلنا نشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما بتعرف بجوز أنا أكون أكثر واحد معصية، بس لما تكلمت مع واحد الله جعل هدايته على إيدي، مو لأنه أنا كويس ولا لأنه أنا منيح، هو مطلوب مني أن أجتهد في الطاعة، مطلوب مني أن أجتهد في الالتزام، مطلوب مني أن يوافق قولي فعلي، بس هذا لا يمنعني أن أشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الرجل يقول أنا الآن كل شيء أفعله من خير في صحائف هذا رفيقي اللي حكاني عن الدين بهذيك الجلسة. والله يا إخواننا ما في مثل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأخذ بها من الأجور ما لا يخطر لك على بال، وأنت على سريرك نايم عم تنزل حسنات خير الله عليك.
إذا مت ومت أنت وبقبرك ينزل عليك حسنات خير الله. السبب لأنك أنت نشرت أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. اشتغلوا بالدعوة إلى الله يا شباب، رفقاتكم مسؤوليتكم أمام الله. والله حرام، حرام مساكين. هذا الرجل يقول في ناس مساكين لازم كلكم تروحوا تبلغون دعوة الإسلام. الناس تبحث عن هذا الدين. حتى المسلم غير المنضبط، هذا بعنقي وبعنقك. أنت بتعرف رفيق من رفقاتك بعيد عن الالتزام، قريب من أقاربك بعيد عن الالتزام، قريبة من قريباتك بعيد عن الالتزام، حرام تتركيها. خذي بيدها إلى مجلس علم، خذي بيدها إلى مجلس ذكر. مرة فمرة مرة فمرة ما بتعرفي إمت الله عز وجل يجعل قلبها عالقا بحضرته. وإذا ما التزمت أنت أبطي الأجر، وهذا كمان شيء عجيب بهالدين. أنت بتقبض الأجر مو على عدد الزباين اللي بتفوتهم على الدين، أنت بتقبض الأجر على الشغل تبعك. أنت بتقبض الأجر على الشغل تبعك. بالفقه الإسلامي في أجير عام وأجير خاص. الأجير الخاص بيقبض الأجر تبعه على مجرد وجوده في العمل. الأجير العام بيقبض الأجر تبعه على الإنتاج. أنت بالدعوة إلى الله أجير خاص، أجير عند رب العالمين خاص، تقبض على الشغل لو ما أنتجت. الأجير الخاص إذا أنا عندي بالعيادة ممرضة، هالممرضة بتقبض الأجرة سواء إجاني زباين أو ما إجاني زباين، فتحت العيادة سكرت، ما دامت هي جاءت من الساعة كذا إلى الساعة كذا والتزمت خلاص تقبض. إن شاء الله ما بيجي ولا زبون، ما فيني أنا بآخر النهار إلا والله مالك أجرة اليوم لأنه ما إجاني زباين. لا، أجير خاص بيقبض على وجوده في مكان العمل وعلى عمله سواء أنتج أو ما أنتج. الأجير العام بيقبض على الإنتاج. الأجير العام أنا رحت لصلح ساعات، قلت له هاي الساعة صلح ليها، راح قال لي تركها يومين. جيت بعد يومين قال لي والله يا دكتور ما تصلحت هاي معي، ما تصلحت هذا ما له شيء عندي، مع أنه اشتغل صار له ساعتين ثلاثة اشتغل فيها وفتحها ما له شيء، ما صلحها. إذا صلحها أخي هي بدها 5000 ورقة تصليحات، تفضل هي 5000 لأنه تصلحت، لو ما تصلحت صفر ما بيأخذ شيء. إلا أن يقول لي أخي الفحص أنا بأخذ عليه 500 ليرة، هذا شيء آخر. المهم الأجير العام بيأخذ على الإنتاج، الأجير الخاص بيأخذ على تسليم نفسه لصاحب العمل. أنت في الدعوة إلى الله عز وجل أجير خاص، أجير خاص عند رب العالمين، بتأخذ مو على عدد الزباين والإنتاج، تأخذ أنك سلمت نفسك لمالكك وتشتغل في الدعوة إلى الله. اجوا الناس ما اجوا الناس، اهتدوا ما اهتدوا، عم تمرك انت الاجره وحتقبض اجره في الدنيا.